حكك قوي كده يعني. خلاص مش قادر تمسك نفسك كده ولا بكلمك؟ انت بتسمعني ولا ايه؟ مش شايفني؟ ايه شريف حصل لك ايه؟ مالك مش عارف ترد عليها؟ خلاص الخمره لحست دماغك؟ ما تفوق لشغلك يا اخي. ده برنامجي انا هديله بالطريقه اللي تعجبني. مفيش حاجه اسمها برامجي وبرامجك. ايه 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 العك اللي بتقوله ده؟ دي كلها برامج القناه، واهم حاجه اسم القناه اللي مشغلاك ومشغلاني. لا 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 مشغلاك انت لكن انا لا، انا شريف ناجي، يعني القناه دي كلها شغاله على حسي انا. الله يرحم يا شريف ناجي. بص يا حسين انا عارف شغلي كويس قوي. انت كل همك الاعلانات، واقف الطالع. لو جت شركه واحده سحبت اعلاناتها مني ابقى حاسبني. لا يا حبيبي مش انا اللي هحاسبك، يا ريت اقدر. البنت اللي انت هزقتها من شويه دي، ولا انا عارف وانت عارف ومصر كلها عارفه انها مرافقه سليم صالح. وشوف انت بقى سليم صالح ده واصل لحد فين. اللي هيحاسبك يا نجم صاحب القناه اللي مشغلني ومشغلك، واللي مخليك بني ادم، واللي مركبك عربيه قد كده، واللي من فلوسه بتدفع الخمره الزفت اللي مبوظلك دماغك. سليم صالح يا حبيبي اتصل بالمدير عشان يحقق معاك. خلي بقى شهرتك دي تنفعك، ابقى حط شهرتك دي. بص بقى يا حيوان انت، السواد اللي في قلبك من ناحيتي ده انا عارفه من ايام الجامعه. لو في حد هيترفض من القناه دي انت عارف كويس قوي هو مين. انت ولا حاجه وانا هنا كل حاجه. تضربني؟ تضربني يا شريف؟ ماشي ابقى عتبها تاني يا شريف، يا صايع، يا خابورجي، يا شجنون، يا بتاع الاسواق. ما كنتش تضرب، بس يا حشاش، يا سكري. عايزه اتجوز، جوزني. ليه يرفضوا؟ ليه عايشه انا بقيت حياتي من غير جواز؟ اهدي بس يا نبيل. اهدي يا بنتي، اهدي يا حبيبتي. اللي انت عايزاه هيحصل. هيحصل امتى؟ انا مش فاهمه يرفضوا ليه. هتتجوزي وهتاخدي تصريح قانوني. هو القانوني ده ممكن ياخد له سنين. يا عالم بقى اكون عجزت ومت واتدفنت كمان ولا ليه؟ ما انا اوريدي مدفونه بالحي. حرام يا نبيل ما تقوليش كده. مش هي دي الحقيقه؟ ست سنين عايشه مع راجل ما بحبوش، مش طايقاه، معيشني في جحيم، وتلات سنين هاجني ومعلقني، وخمس سنين مستنيه الطلاق، ولسه سنين سنين قدامي عشان اعرف اتجوز. دلوقتي الكنيسه رفضت انها تديكي تصريح جواز، لكن في نفس الوقت سمحت انها تدي لرفيق. ايه يعني؟ ايه يعني عزبني سنين وفي الاخر يتجوز هو ويعيش حياته وانا اطرح من اجباري؟ ايه بيكافئوه على البهدله اللي بهدلها لي؟ بدل ما يعاقبوه هو بيعاقبوني انا؟ ليه؟ انا ذنبي ايه؟ يعاقبوني انا ليه؟ لانك انت اللي طلبت الطلاق يعني فين؟ وصممت عليه وهو كان رافض. يعني انت اللي فرقتي اللي جمعهم الرب. وهو طبعا المسكين اللي كان بيحافظ قوي على اللي جمعهم الرب. يعني انا كنت بتبلى عليه؟ ده حرام، ده ظلم. الظلم ده جهل مصلحتنا. عارفه ليه؟ هيدينا فرصه ان احنا نرفع قضيه تاني. تاني؟ قضية تاني؟ أنا زهقت. معلش دي آخر قضية. إحنا هنرفع قضية على الكنيسة. الكنيسة؟ هرفع قضية على الكنيسة؟ أيوة حقك، ما دام ادوله تصريح وأنت لأ، يبقى ترفعي قضية طلبي بحقك زيك زيه. بالذمة ده اسمه كلام؟ عشان أتجوز أرفع قضية على الكنيسة؟ هو ده الحل يا نيفين. يا كده يا إما في حل تاني ما كنتش أتمنى إننا نوصل له. إيه هو؟ إسلام. إسلام؟ لا 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 خالص، لا مش عايزة أغير ديني. هو ده الحل التاني لو أنت عايزة تتجوزي. يعني يا إما أغير ديني يا إما أعيش بالمنظر ده. طب اللي انا عايزه اتجوزه مسيحي، هقوله هو كمان يسلم عشان اعرف نتجوز؟ طب سيبك مني انا ومن اللي عايزه اتجوزه. ربنا هضحك على ربنا؟ هغشه؟
اقول له انا بغير ديني عشان عايزه اتجوز؟ يعني عشان واحده فشلت في الجوازه يا اما تغير دينها يا اما تروح تزني؟ انا ما اقدرش اعيش مترهبنه، ما اقدرش، يا ريتني كنت اقدر. انا عايزه ارجي ربنا بس مش عارفه اعمل ايه. مش ممكن يكون ربنا عايز كده، اكيد ربنا مش خلقنا في الدنيا عشان يعذبنا. انا مش راجل دين، انا راجل قانون، وكل اللي اعرفه ان في قانون حاكمني وحاكمك. انت كنت عايزه تطلقي وطلقتك، دلوقتي عايزه تتجوزي. حرام. عشان تتجوزي هي دي الحلول اللي عندك، تختاري ايه منها؟ وانا طالبه كتير كتير عليا يبقى عندي حياه طبيعيه زي بقيه الناس. نفسي اخلف، لو ما خلفتش دلوقتي هخلف امتى؟ انا كبرت كبرت. انا عايز اخد شويه ديتيلز، يعني عايز اصور عينيها لوحدها، بقها لوحده، ايديها لوحدها، وسطها. اهلا بالنجم، ان شاء الله تكوني انبسطتي في البرنامج. ما بترديش ليه يا نادر؟ انا مش عايزينك نجهز اول شغل فالحه، بس تردي على المذيع. كنت عايز نعمل ايه يعني؟ يعني اللي كسبوا من وراكي دول يا نادر كانوا شحاتين قبل كده، دي اول مره يكسبوا في حياتهم. تقصدي مين بقى؟ لا يا بني، انا مش قصدي انت خالص، صدقني انا بس كنت عايزه ارد عليه. انت ما شفتش الوقت كان مطول سنه عليها ازاي يرضيك كده؟ ملوش حق، ده انت كان ناقص تعيطي وتقولي له انا حاكم سامسح الاستوديو عشان خاطر قريب. يلا قومي البسي بقى. البس؟ البس ايه؟ ولا لابسه اهو. لا يا حبيبتي البسي عشان خاطر هنكمل الغنوه. والنعمه الشريفه، انا تعبانه والواد ده خنقني وخلى مودي زي الزفت، مش قادره. خليها بكره. تعبانه ايه؟ وانا بقول لك قومي البسي عشان تقومي، الغنوة هتتذاع النهارده والماتش النهارده. يلا حبيبتي. يعني مغسل قوي ده من جنة، ده من احنا لسه بالماتش قوي. والله ما كسبناش، المناسبات جايه كتير، عيد الثورة، عيد الجلاء، عيد النصر، عيد الحب. 아아 اقعد. فين مستر ممدوح؟ من امتى وانت بتسرقني يا عادل؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا ريس؟ من امتى وانت بتسرقني وبتخنصر من حاجة المحل؟ انا يا ريس؟ انا عمري ما سرقت ولا خنصرت من حاجة المحل. مين قال لك كده؟ محدش قال لي. انا اللي لقيت الكيس دوت في دولابك. وانا مالي يا ريس؟ ممكن يكون اي حد من العيال ده فسهولي. محدش معاه مفاتيح الدواليب غير يا عادل. كل ده علشان تفتح محل. محل؟ محل ايه؟ هيكون محل ايه؟ جزارة؟ كوافير طبعا. كوافير مرة واحدة؟ يا ريت يا ريس. ولا ما تستهبلش عليا بروح امك، هتفتح محل ولا لا؟ حضرتك جبت الكلام ده منين بس؟ مالكش دعوة.